الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. مدبولي يتفقد مصانع فاكسارا للقاحات ويعلن أنها تهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يومياً. وزير الخارجية يشارك في مؤتمر دول جوار ليبيا بالجزائر ويؤكد دعم مصر لتحقيق تسوية سياسية شاملة. الثالثة عصرنا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي إنجي طاهر. إليك إنجي. أهلا بك دعاء، أهلا بكم. يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادة الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق واستشار الرئيس للتخطيط العمراني لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية. صرح بذلك متحدث باسم رئاسة الجمهورية. تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع فاكسارا بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة. من جانبها أوضحت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد أن المصنع مقام على مساحة حوالي 6000 متر مربع، ويعد الأكبر لإنتاج لقاحات كورونا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وفي مؤتمر صحفي عقب تفقده المصنع، أوضح مدبولي أن الدولة تستهدف إحداث نقلة نوعية في تصنيع لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن هناك مساعٍ لوصول الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع فاكسارا بمدينة 6 أكتوبر إلى 3 ملايين جرعة يوميا. النهاردة الحقيقة كنت بتفقد مع معالي الوزيرة تقدم الأعمال في مختلف المنشآت اللي موجودة في هذا المشروع، وإيه الخطوات اللي قمنا بيها للشراكة مع الشركات العالمية اللي هنتشارك معها في إنتاج هذه النوعية من اللقاحات. الحقيقة أيضا كان هناك فرصة لزيارة المبنى اللي على يميننا هنا حضراتكم، اللي هو هيبقى مخصص إن شاء الله لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا. وهنا يمكن طبعا ده بيعتبر إضافة مختلفة عن ما يتم إنتاجه حاليا في مصنع فاكسيرا في الدقي، لأن هذا المصنع الحقيقة بنستهدف به نقلة نوعية في كمية الإنتاج اللي بتحصل. إحنا بنتكلم على قدرة لهذا المصنع إن هو يصل إلى 3 مليون جرعة في اليوم، يعني بمعدل أو نصل، يعني ممكن نصل إلى 1 مليار جرعة في السنة. وده الحقيقة يمكن إحنا كدولة النهاردة ومن خلال وزارة الصحة بنتفاوض مع عدد من الشركات العالمية لكي يعني تأتي وتتشارك معنا في إنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا. طبعا العدد ده مش فقط عشان يخدم مصر، ولكن عشان نقدر ان احنا من خلاله نصدر لأشقائنا في قارة أفريقيا وفي المنطقة كلها الإقليمية.
أشار مدبولي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتسريع الخطى لتنفيذ مصنع إنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر، ومؤكدا أن مصنع سيكون جاهزا للتشغيل مطلع شهر نوفمبر المقبل. سيادة الرئيس الحقيقة موجه الحكومة والوزارة الصحة أنها تسرع الخطى في تنفيذه، والحقيقة النهاردة إحنا في مرحلة متقدمة من التفاوض مع يعني بعض الشركات للوصول إلى أفضل عرض ممكن علشان نقدر إن إحنا ننتج اللقاحات دي، ونقدر إن إحنا مش فقط زي ما قلت إن نوفرها لأهالينا في مصر، ولكن أيضا لكل قارة أفريقيا والمنطقة. النقطة الحقيقة إن هذا المبنى العملاق بكل أجهزته إن شاء الله هيكون على يعني نهاية شهر نوفمبر القادم جاهز تماما، ونقدر يعني نبدأ في الإجراءات التشغيل بإذن الله، ونتمنى بإذن الله نكون وصلنا إلى اتفاق نهائي مع أحد الشركات عشان نبدأ الخطوات التنفيذية الفورية عند هذا التاريخ لبدء إنتاج اللقاحات إن شاء الله. وتطرق رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إلى خطة تطعيم طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد حث الطلاب على تلقي اللقاح خلال مرحلة استيفاء الإجراءات اللازمة لالتحاقهم بالجامعات، مشيرا إلى أن الحكومة لديها برنامج للتطعيم لكل الطلاب في كل الجامعات. الأولوية الأولى، ودي توجيهات فخامة الرئيس، إن يعني قبل بدء العام الدراسي نكون طعمنا يعني كل يعني أعضاء هيئة التدريس وأيضا الطلبة والعاملين في الجامعات المصرية، وأيضا من ينطبق عليهم أيضا شروط تلقي اللقاح في المدارس. فبالتالي يمكن هنا النهاردة أنا يعني برجو من أولادنا الطلبة في الجامعات ان هم يسرعوا، هم يعني بيخلصوا اجراءات ورقهم سواء للالتحاق بالجامعه او حتى لسنين الانتقال جوه الجامعه، ان هم طبعا يعني يتلقوا اللقاحات. احنا عاملين برنامج دلوقتي مع كل الجامعات، وانا بتابعه على مدار كل يوم كم عدد اللي ابتدوا يتلقوا اللقاحات. احنا بدانا يمكن من امبارح نوفر اللقاحات للجامعات بكميه مكثفه، كان في قبل كده يعني اعداد تجريبيه، ولكن بدانا من امبارح وعلى مدار الأسبوع ده إن شاء الله نوفر اللقاحات للجامعات بصورة كبيرة. كما أكد رئيس الوزراء نجاح الدولة في تجاوز 3 موجات من فيروس كورونا، وداعيا المواطنين إلى عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية خاصة مع ارتفاع أرقام الإصابات. إحنا الحمد لله يعني وفضل وكرم من ربنا كبير قدرنا يعني نتجاوز يعني 3 موجات من فيروس كورونا، ويمكن احنا كنا وصلنا لارقام يعني شديده التميز من حوالي شهر او شهر ونص، كان تقريبا الارقام بقت حاجه منتهى البساطه وارقام قليله جدا جدا جدا. المشكله الحقيقه برضو يعني، ودي الحقيقه انا بناشد الشعب المصري ان احنا ناخد الامور بجديه شديده، ان احنا نتيجه برضو لشعورنا ان الامور يعني هدات ابتدينا يعني نتجاوز في الاجراءات الاحترازيه، وابتدى يعني نوع من التهاون الواحد ابتدى يشوفه، والكلام ده يعني صاحبه النهارده بدأنا نشوف ارتفاع مرة أخرى في الأرقام الخاصة بالإصابات. وهنا يمكن أنا عايز أكد للمواطنين ضرورة إن احنا نتوخى كل الإجراءات الاحترازية، وفي نفس الوقت احنا كدولة النهارده واضعين خطة يعني الحقيقة صارمة جدا لموضوع توفير اللقاح لأكبر عدد ممكن من أهالينا قبل نهاية هذا العام.
خطى ثابتة تمضي الدولة قدما في توفير لقاحات كورونا للمواطنين، سواء من خلال التصدير أو الاعتماد على التصنيع المحلي، وهو ما ظهر جليا في إقامة مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر. هكذا تتحرك الدولة المصرية عندما يتعلق الأمر بالأمن الصحي لمواطنيها. مجمع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات صرح عملاق يتحضر ليظهر قدرة مصر للعالم. الحقيقة هذا الموضوع موضوع شديد الأهمية لمصر، ويمكن إحنا لما كان عندنا الفرصة مع معالي الوزيرة والزملاء نزور المقر الأصلي لشركة فاكسيرا في العجوزة في الدقي، الحقيقة اتكلمنا على هذا المشروع الكبير وقلنا إن إحنا عندنا مشروع آخر النهاردة إحنا قيد التنفيذ، هدفه إن إحنا ننتج بالضبط 8 لقاحات رئيسية اللي هي بتخدم كل مواطنين مصر، واللي إحنا الحقيقة كنا في وقت من الأوقات كنا بننتج عدد كبير منها، ولكن للأسف على مدار الوقت توقفنا وابتدينا نعتمد على الاستيراد الكامل ليها. النهاردة من خلال هذا الصرح العملاق اللي مبني على حوالي 15 فدان أو 60,000 متر، إحنا النهاردة بنعيد تاني مرة أخرى قدرتنا على التصنيع المحلي لهذه المنتجات الحيوية اللي أنا بعتبرها جزء من الأمن القومي المصري. في 5 يوليو الماضي شهد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان إطلاق أول منتج محلي من لقاح فاكسيرا سينوفام، بينما يشهدان استعداد المصنع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر والمزمع افتتاحه نهاية هذا العام لإحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاح. منطقة الإنتاجية في منطقة العجوزة إحنا طبعا يوميا بنعمل حوالي 330,000 جرعة يوميا، لكن احنا هنا مستهدفين طبعا 6 أضعاف الطاقة الانتاجية، لان الهدف عندنا مستهدفين احنا ان شاء الله التخطيط عليهم الفترة الجاية. اولا تحقيق الاكتفاء الذاتي، وده مطلب يعني مفهوش جدال، اللي احنا بنوفر اللقاح لكل مواطن مصري. والخطوة الثانية تصدير الفائض طبعا، واعتبار مصر مركز اقليمي للقارة الافريقية باذن الله. يستهدف المصنع المقام على مساحة تبلغ نحو 15 فدانا بما يعادل 60,000 متر مربع إنتاج 3 ملايين جرعة يومية أو بمعدل 1 مليار جرعة سنوية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك من خلال مسار التفاوض الذي تسلكه الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان مع عدد من الشركات العالمية، كما تسعى الدولة وبناء على توجيهات الرئيس إلى أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع مفهوم تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى تصدير اللقاح لدول القارة الأفريقية والمنطقة بأكملها. مصنع إنتاج اللقاحات والمقام بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر يعد أكبر مصنع لإنتاج لقاحات كورونا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع أن يصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع اللقاحات ولتصديرها للدول الإفريقية. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش بالجيزة، وقال مدبولي إن المشروع أنهى معاناة مثلت مشكلة كبيرة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المحطة هي أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة. هذا المشروع من أكبر مشروعات معالجة الصرف الصحي على مستوى مش مصر بس، على مستوى المنطقة كلها،
هذه المحطة هتكون تاني أكبر محطة في جمهورية مصر العربية بطاقة 1,600,000 متر مكعب في اليوم. يعني دي تعتبر هي تاني أكبر محطة بعد محطة الجبل الأصفر. وبس عشان نعرف حجمها قد إيه، نتكلم 1,600,000 متر مكعب بتخدم 9,000,000 نسمة. يعني معلش إحنا عارفين في دول عدد سكانها أصلاً 9,000,000 نسمة أو أقل، يعني دي محطة ممكن تخدم دولة كاملة. التكلفة بتاعت هذه المحطة 6.2 مليار جنيه. المشروع ده الحقيقة المحطة دي كانت محطة قائمة قديمة، كانت بتعمل مجرد معالجة أولية وبترمي بعد كده المعالجة على مجموعة من المصارف، وكانت طبعا مش هو ده الشكل اللي احنا بنأمله. عشان كده يمكن المشروع الجديد ده ان احنا بنحول المعالجة الأولية لـ1,200,000 إلى معالجة ثنائية مطورة، أو أقدر أقول عليها تقريبا معالجة ثلاثية، وكمان بنضيف 400,000 متر مكعب جداد، دي من البداية معالجة ثنائية مطورة. فبالتالي إحنا بنتكلم على طاقة 1,600,000 متر مكعب في اليوم. انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين. المزيد في العرض التالي والذي تقدمه لنا الزميلة فيروز مكي. بخطى ثابتة تمضي الدولة في استراتيجية بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ومن هنا كان حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتوفير بدائل آمنة للهجرة. فأطلقت مصر أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من 2016 وحتى 2026، فضلا عن إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية. المبادرة الرئاسية مراكب النجاة كانت أهم أدوات تنفيذ استراتيجية الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث كلف الرئيس السيسي بتنفيذها ضمن المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمفهوم إنساني ووطني. كما تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة لعام 2021 لدعم تنفيذ مبادرة مراكب النجاة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه. وضمن جهود مصر الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرات الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر لعام 2014. هذا كما شاركت أيضا مصر في عملية التحضير والصياغة في قمة فالاتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر لعام 2015. في يونيو لعام 2016 ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي حول الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كما صادفت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه، والذي يضم كل العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا. كما وقعت مصر في 2018
في أكتوبر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر. واستضافت مصر أيضا المنتدى الإقليمي الأول لهيئة التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في أفريقيا في نوفمبر لعام 2019. التجربة المصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية شهدت إشادات دولية لما حققته من نتائج كبيرة، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديمتراس أفراموبولس الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية بشكل نهائي. وبدورها أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر في تأمين حدودها البحرية، كما ساهم في منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام. كما ثمن أيضا ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل الجهود المصرية في مجالات منع الهجرة غير الشرعية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة المصرية ضمن استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية من أجل توفير حياة كريمة للمصريين وتعزيز قيم الانتماء لهذا الوطن. دمتم سالمين. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والمنعقد بالجزائر. تأتي مشاركة مصر في الاجتماع انطلاقا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في 24 من ديسمبر المقبل. هذا فضلا عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار. قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لمامرا إن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي بدعم من المجتمع الدولي. أضاف خلال بدء اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر أن المساعي مستمرة لحل أزمة ليبيا، ولفتا إلى أنه ينبغي العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت ممكن. أوضح لمامرا أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار، وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي التضامن لتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على سيادته. قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن بلادها تتطلع لبناء تعاون مثمر مع دول الجوار. وفي كلمة لها خلال اجتماع دول الجوار ليبيا المنعقد بالجزائر، أكدت المنقوش أن تدخلات الهدامة من بعض الدول تناقض الأعراف الدولية، مضيفة أن بلادها تعمل أيضا على توحيد الجيش وتسعى لتفعيل التنسيق الأمني مع دول الجوار. من جانبه أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش أن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا يشكل مصدر قلق لليبيين ودول الجوار. أشار إلى أن جميع الأطراف الليبية متمسكة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها والمقرر في 24 من ديسمبر المقبل، ومشددا على ضرورة حضور المراقبين الدوليين والإقليميين للانتخابات. بدوره أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أمر جوهري في عملية الانتقال السياسي. ودعا أبو الغيط جميع الأطراف الليبية إلى الانتقال من التنافس إلى التوافق وتذليل العقبات القانونية والدستورية واللوجستية. التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الجزائري رمضان لعمامرة على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا. أكد شكري خلال اللقاء على وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. التقى وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يانكوفيتش. وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى في الجزائر سبل تحريك مختلف مسارات الملف الليبي والدفع قدما بتحقيق تسوية سياسية شاملة تصون مقدرات الشعب الليبي وتلبي تطلعاته في الاستقرار والإنماء.
نتحول إلى الشأن اللبناني، فقد دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون الشعب اللبناني إلى الالتفاف حول مؤسساته العسكرية والأمنية، وذلك لتفويت الفرصة على سعينا إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين. كما دعا عون عبر تويتر الجيش والقوى الأمنية إلى التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لخلق الإرباك والفوضى تحقيقا لأهداف خارجية. تعقد الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي اجتماعاً لمناقشة التطورات في أفغانستان، ويأتي الاجتماع بعدما أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده وبريطانيا ستطالبان الأمم المتحدة بالعمل من أجل إقامة منطقة آمنة في العاصمة الأفغانية كابول لحماية العمليات الإنسانية. أظهر استطلاع أجراه مركز معهد فورزا أن أولاف شولتز مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني هو الأوفر حظا من منافسيه الرئيسيين في خلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بعد مناظرة تلفزيونية بين المتنافسين الثلاثة. قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية في ألمانيا، تواجه المرشحون الثلاثة لخلافة أنجيلا ميركل في أول مناظرة تلفزيونية بينهم من أصل ثلاث تنظم قبل الانتخابات المقررة في 26 من سبتمبر المقبل. المناظرة جمعت كل من أرمين لاشيت رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الحالية أنجيلا ميركل، وأولاف شولتز ممثلا للحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشح حزب الخضر أنالينا بيربوك. استطلاعات الرأي في أعقاب المناظرة أظهرت أن أولاف شولتز هو الأوفر حظا من منافسيه الرئيسيين لخلافة ميركل بعد حصوله على 36% من أصوات الناخبين الذين شملهم الاستطلاع، متقدما على مرشحة حزب الخضر التي حصلت على 30% وعلى أرمين لاشيت الذي حصل على 25%. استطلاع آخر نشرته صحيفة بيلد كشف أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تمكن من زيادة تقدمه حاصدا 24% من الأصوات المتوقعة مقابل 21% فقط للمحافظين، أما حزب الخضر فلا تتخطى نسبة التأييد له 17%. كما أظهر آخر تحقيق أصدرته الشبكة التلفزيونية العامة أن حوالي نصف المستطلعين سوف يختارون شولتز مستشارا مقابل 17% يفضلون أرمين لاشيت، و16% سينتخبون أنالينا بيربوك. وأيا تكون نتيجة الانتخابات فإن عملية تشكيل الحكومة المقبلة قد تكون في غاية التعقيد مع صيغة لم تتضح بعد بين الأحزاب الثلاثة واحتمالية انضمام الحزب الديمقراطي الديمقراطي الحر وربما أيضا حزب دي لينكا اليساري. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مراسلنا في ألمانيا عربي مرزوق. عربي، بعد التحية، دعنا نرصد سويا النقاط التي جعلت أنه من الممكن أن يكون أولاف شولتز الأوفر حظا في خلافة أنجيلا ميركل. دعاء، في البداية خبراء صباح اليوم وأيضا بالأمس بعد المناظرة بشكل مباشر قالوا أن في المجمل حسب الخبراء فلا يوجد فائز محدد خلال هذه المناظرة، تحديدا على الرغم من أن معهد فورسا لاستطلاعات الرأي قال كما أشرت أن 36% من الأصوات التي شاركت في استطلاعات الرأي وذهبت إلى أولاف شولتز. أولاف شولتز هو الوحيد تحديدا من الثلاثة، هو رجل دولة، هو الوحيد من الثلاثة الموجود في الحكومة الألمانية، يشغل منصب وزير المالية الألمانية على درجة كبيرة جدا من العلم والمعلومات الخاصة بالوضع المالي الاقتصادي هنا في ألمانيا. هو صاحب فكرة تحديدا وقت العمل القصير أثناء أزمة كورونا التي أنقذت عدد كبير، يعني أكثر من 8 مليون فرصة عمل في ألمانيا وقت أزمة كورونا. أولاف شولتز ركز تحديدا على الأجور، الحد الأدنى للأجور في ألمانيا ومستقبل سوق العمل تحديدا في ألمانيا، هو الأمر الذي يهم الناخب الألماني. أنالينا بيربوك ركزت على الحياد المناخي وما إلى ذلك، ولاشيت أرمين لاشيت مرشح الحزب المسيحي خليفة ميركل ركز على شخصيته بشكل مباشر وقال أن الاستقرار، ألمانيا تحتاج في هذه المرحلة تحديدا إلى الاستقرار. ولكن الخبراء قالوا أن ألمانيا تحتاج في هذه المرحلة تحديدا إلى معلومات ماذا سيقدم كل مرشح
وهو ما فعله بالطبع أولاف شولز، وتكلم على الاقتصاد بشكل أساسي. هل من رصدك لكل التحليلات السياسية وأيضا نتيجة لهذه المناظرة أن ربما يكون الناخب الألماني يريد أن يستمر على ما هو عليه، ولذلك ربما يكون شولز هو الأوفر حظا وكانه استكمالا لمرحلة أنجيلا ميركل؟ الحقيقة دعاء خلال يعني الخمسة أيام الماضية تحديدا أو الأسبوع الماضي في المجمل الأمر تغير بشكل كبير، يعني كل الأصوات كانت كانت ذهبت خلال الأسابيع الماضية إلى أرمن لاشيت مرشح الحزب المتحد الديمقراطي خليفة ميركل، ولكن بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي كل الأصوات تذهب الآن للحزب الاشتراكي وأولاف شولز مرشح الحزب الاشتراكي ووزير. لكن عربي، وعذرا على المقاطعة، قبل المناظرة بساعات كانت الأرقام متقاربة إلى حد كبير بين المرشحين الثلاثة. ده حقيقي دعاء، كانت الارقام تقريبا متشابهه، كان في استطلاع راي قبليه كان بيقول 22-22 ما بين اولاف شولز وارمن لاشيت، وبعدها ارتفع بشكل طفيف 2 في نقطتين لصالح اولاف شولز، والان بشكل كبير جدا بعد المناظره ارتفعت ل 36، ولو للالمان المواطن الالماني حق الانتخاب بشكل مباشر لكان 50% تقريبا من 46 ل 50% انتخبوا اولاف شولز بشكل مباشر، ولكن هناك اربعه اسابيع باقيه لتنرى متى سيقدم الأحزاب خلال الفترة القادمة. بالتأكيد، مراسلنا من ألمانيا عربي مرزوق، جزيل الشكر لك. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سنوي أن كوريا الشمالية استأنفت فيما يبدو تشغيل مفاعل نووي يعتقد على نطاق واسع أنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية. وجاء في تقرير الوكالة أن هناك مؤشرات على استئناف العمل بالمجمع النووي الذي يقع في قلب برنامج كوريا الشمالية، ومنها تصريف مياه التبريد، ولم تتمكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة من دخول كوريا الشمالية منذ أن طردت بيونغ يانغ مفتشيها عام 2009، إلا أنها تراقب البلاد عن بعد في الوقت الحالي باستخدام الأقمار الصناعية على الأغلب. سجلت ولاية لويزيانا الأمريكية أول ضحايا الإعصار آيدا مع تسجيل أضرار كارثية في البنية التحتية. قال المركز الأمريكي الوطني للأعاصير إن إعصار آيدا أصبح من الفئة الرابعة، حيث بلغت سرعة الرياح 195 كيلو متر في الساعة، وهي أسرع من رياح الإعصار كاترينا الذي ضرب الولاية ذاتها قبل 16 عام. أكد مسؤولون أمريكيون أن الإعصار تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مدينة نيو أورليانز الأمريكية. في ذات السياق، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الإعصار آيدا يشكل خطراً داهماً على حياة الأمريكيين، كما حذر بايدن من إمكانية حدوث دمار هائل بسبب الإعصار يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر لأسابيع بالنسبة للسكان الذين يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي. نشرتنا مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. دعت منظمات الصحة العالمية واليونيسف إلى منح المدرسين أولوية في إعطاء لقاحات كورونا لتمكين المدارس من إبقاء أبوابها مفتوحة. قالت الوكالتان الأمميتان في بيان مشترك إن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء تشمل إعطاء المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كورونا، على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية. أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بفيروس كورونا بحلول الأول من ديسمبر المقبل. قالت المنظمة إن عدد الوفيات بكورونا ارتفع بنسبة 11% بالمنطقة في الأسبوع الماضي،
مضيفة أن الركود في تلقي اللقاحات يمثل مصدر قلق حقيقي. هاتفيا ينضم إلينا لمزيد من التحليل من بيروت دكتور غسان الأعور، استشاري الأمراض الجرثومية. دكتور أهلا بك إلى هذه النشرة. بداية ونحن نتحدث عن مخاوف منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بأوروبا، وأيضا في الإحصائيات المتعلقة بارتفاع نسبة الوفيات بنسبة 11% في الأسبوع الماضي هناك، ما العوامل التي أدت إلى هذه الأرقام؟ الحقيقة أن مخاوف منظمة الصحة العالمية من ازدياد حالات الوفيات في أوروبا خلال الشهر القادم أي في أيلول هي مخاوف في مكانها. لماذا؟ لأن أعداد الحالات في تزايد، لقد كانت في تزايد خلال كل هذا فصل الصيف، هذا فصل الصيف كله، وخصوصا هذا الشهر شهر آب أيضا، وهو شهر العطلات جميعها وانتقال الأشخاص من مكان إلى مكان واختلاط الأشخاص أيضا. فما نراه الآن في الوقت الحاضر هو ازدياد كبير في عدد الحالات، والتي ذكرته منظمة الصحة العالمية أي 11% في أوروبا في الوقت الحاضر، وهذا ما سوف ينعكس بالتأكيد في ازدياد في عدد الحالات الشديدة واحتمال الوفيات خلال الأسابيع القادمة أي في الشهر القادم. إلى أي مدى يمكن أن نربط بين هذه الإحصائيات وبين وتيرة التطعيم في الدول الأوروبية؟ الحقيقة أنه لا يوجد رابط بين هذه الأمور، بل بالعكس أنه مع ازدياد وتيرة التطعيم يجب أن تخف الحالات ويجب أن يخف الانتشار أيضا، ولكن كما نعلم تماما بأن التطعيم يغطي حوالي 70 إلى 80% من الأشخاص البالغين من الكبار فقط، فإذا هناك حوالي 20 إلى 30% من الأشخاص البالغين لم يتلقوا أو لا يريدون أن يتلقوا اللقاح، وهذا شيء مهم، بالإضافة إلى قطاع كبير والذين هم أصغر سناً أي الأشخاص عمرهم ما دون 12 عاماً، لذلك انتقال الفيروس لا يزال موجود بينهم جميعاً، واحتمال الحالات يتزايد وكذلك احتمال الحالات الشديدة أو الوفية. على ذكر من لا يريدون التطعيم دكتور غسان، شهدنا أيضا بعض التظاهرات في ألمانيا وفي فرنسا أيضا، لماذا؟ ما الذي يتم ترويجه حتى يخف هؤلاء الأشخاص من أخذ اللقاح؟ الحقيقة عمليا بأنه هناك توجد عدة أسباب لعدم أخذ اللقاح، وطبعا نحن طبيا لا نستطيع إجبار أي شخص على أخذ اللقاح إذا لم يكن مقتنعا بهذا الموضوع. هناك أشخاص، ولكن يعني على الأقل دعنا نصحح بعض المفاهيم، لنصحح بعض المفاهيم يقولون بأن هذه اللقاحات لم تدرس جيدا. صحيح أن فترة درس هذه اللقاحات كانت محدودة، ولكنها درست بأفضل ما يمكن، وبوجود وباء عالمي بانتظارنا لا نستطيع إلا أن نستعمل هذه اللقاحات. لقد أخذناها كلنا في القطاع الطبي، وكل بلد لم يلقح قطاعه الطبي جيدا يدفع ثمن هذا الموضوع بالإصابات الكبيرة في القطاع الطبي. يجب أن نأخذ اللقاح، هو الوحيد الذي يحمينا من في مواجهة هذا الوباء، خصوصا أننا نعلم بأن الإجراءات الوقائية هي نسبية ولا يتبعها كل الأشخاص وفي كل المجتمعات، وهي مهمة جدا أيضا. طيب، ما السمات الجديدة التي طرأت بما أن هذا الفيروس يطرأ عليه تحورات بين الحين والآخر بشكل مستمر؟ ما السمات الجديدة التي نتحدث عنها الآن؟ أهم سمات في المتحور الجديد أنه الكورونا، الدلتا كورونا، الفيروس المتحور الجديد دلتا، قد أخذ العالم كله، وفي معظم أنحاء العالم هناك الدلتا فيروس. ماذا يعني هذا؟ الدلتا فيروس قابل أكثر على الانتشار، أي أن الفيروس الأساسي الذي كان قابلا على الانتشار من شخص إلى 2 أو 3 حوله، الدلتا فيروس بعد الدراسات ثبت أنها تستطيع أن تنتقل من شخص إلى 5 إلى 7 أشخاص حوله.
لذلك احتمال الانتقال أو العدوى أصبح ضعفي أو ثلاثة أضعاف الفيروس الأول. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن العوارض يشك بأنها تكون أشد نوعا ما مع متحور دلتا، ولكن لا تزال قابلة للعلاج أيضا بنسبة كبيرة أقول. طيب لماذا الدلتا فيروس كما ذكرت دكتور هو أكثر انتشارا بهذا الشكل الكبير؟ ما العوامل الطبية أو العلمية التي يمكن أن نتحدث عنها؟ نعم، نحن نعرف أنه مع التحورات الجديدة في الفيروس، هذه المتحورات الجديدة تنجح وتنتشر وتسبق غيرها من الفيروسات إذا كانت قادرة أكثر على الثبات وعلى الانتقال بين الأشخاص. ونحن نعرف بأن هذه المتحورات ما يعطيها خاصية أو ميزة زيادة هي أن الاس بروتين، البروتين الذي يلتقط أو يلتقط الخلايا التي يدخل إليها الفيروس في الجهاز التنفسي عبر الريسبتر والذي اسمه الH2 ريسبتر، هذا الاس بروتين أصبح ثابتا أكبر. It's much more stable في حال الدلتا فيروس، لذلك هذه الفيروس عندها قابلية أكثر على الالتصاق بهذه الخلايا وإعطائها العدوى والانتشار بنسبة أكبر. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي دكتور غسان الأعور استشاري الأمراض الجرثومية على هذه المداخلة، حدثتنا من بيروت. أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه جاري إنشاء 13 مجمع خدمات حكومية في محافظة الأقصر، وثماني مجمعات خدمات زراعية، وثمانية مواقع لإنشاء عمارات سكنية ورصف الطرق ضمن برنامج تطوير الريف المصري. هذا وقد أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وجودة التنفيذ، وأشار إلى أنه سيتم تطوير مركزي إسنا وأرمنت بإجمالي 13 وحدة محلية قروية تتضمن 34 قرية و 289 نجع وعزبة. تفقد محافظ الغربية طارق رحمي مشروعات الجاري تنفيذها بمركز زفتة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري. وطلع المحافظ على سير العمل بتبطين ترعة العطف بقرية نهطاي وأعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بالقرية، كما تابع أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بقرية حانوت ومدرسة حانوت الإعدادية. نشاطنا مستمر، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد، ونتحول إلى الأخبار الاقتصادية. فقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب 48 ساعة على الأقل. شدد المركز على أنه سيتم بدء التطبيق الإلزامي اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل دون أي تأجيل، ما عدا بالسماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال هذا النظام الجديد، والذي يستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج والقضاء على البضائع المجهولة.
تتواصل جهود تطوير المحيط الحيوي لطريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش في الأقصر تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبرى. ووجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات وزيادة العمال والمقاولين والعمل على مدار 24 ساعة ليتم الانتهاء من كافة الأعمال في الأول من شهر أكتوبر القادم. كما طالب شعراوي بإعداد تقرير لمتابعة يومي بالمعدلات التنفيذية لتنفيذ المشروعات المستهدفة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء. تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإمائي في نسخته الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد انعقاد 5 جلسات حوارية و7 ورش عمل. وأشارت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إلى أن المنتدى الذي سيعقد خلال يومي 8 و9 من سبتمبر المقبل سيتضمن انعقاد عدد من الفعاليات المكثفة حول الموضوعات المختلفة والتي تمثل أولوية على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في الوقت الحالي والذي تواجه فيه الدول تحديات متعددة بسبب جائحة كورونا والتغيرات المناخية. والآن مع أخبار الرياضة. يواصل المنتخب الوطني معسكره بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمباراتي أنغولا الأربعاء المقبل في القاهرة والجابون في 5 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني حسام البدري استعداد المنتخب لمواجهتي أنغولا والجابون. وخلال مؤتمر صحفي قال البدري إن كلا المباراتين خطوة هامة وهي المرحلة الأصعب بعد تلاحم المباريات. انتقل اللاعب المصري عمر مرموش إلى صفوف نادي شتوتغارت الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري وذلك على سبيل الإعارة من فريق فولفسبورغ متصدر ترتيب الدوري الألماني. تمتد إعارة لاعب المنتخب الأولمبي حتى نهاية الموسم الجاري. أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد عقد مدافعه البرتغالي روبن دياز 6 مواسم بعقد طويل الأجل. وقال السيتي في بيان رسمي إن صفقة دياز الجديدة ستبقيه في النادي حتى صيف 2027 وذلك بعد انضمامه من بنفيكا في سبتمبر الماضي. فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيف ريمي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي. سجل لاعب كيليان بابي هدفي المباراة في الدقيقتين 65 و63. شهد اللقاء الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد دخوله في الدقيقة 66 بدلا من البرازيلي ميمار. وبهذه النتيجة تصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه لانتصاره الرابع تواليا، بينما تجمد الرصيد ريمي عند 3 نقاط من 3 تعادلات. وصلنا لختام النشرة وهذه تذكرة بأبرز العناوين.
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. مدبولي يتفقد مصانع فاكسارا للقاحات ويعلن أنها تهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يومياً. وزير الخارجية يشارك في مؤتمر دول جوار ليبيا بالجزائر ويؤكد دعم مصر لتحقيق تسوية سياسية شاملة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على الإنترنت extranews.tv ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة الزميلة دعاء جاد الحق، وأنا إنجي طاهر، دمتم في أمان الله.